فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا التقى الختانان مع وجود حائل من الملابس أو ما يسمى بالحائل الذي يضعه، فهل ذلك موجب للغسل؟ لا، ما موجب للغسل، لأنه ما التقى الختانان، يلتقيا مباشرة بدون حائل. لكن لو أنزل مع وجود الحائل وجب الغسل، وجب بالإنزال لا بالتقاء الختان. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.